السلام عليكم، هلا فيكم فيديو جديد. طيب اليوم راح اتكلم معكم عن حماية الابل ووتش. راح اتكلم معكم الحين عن خبرة 4 سنوات من استخدام الابل ووتش 1، جلست فيها سنة، وبعدين شريت ابل ووتش 2 جلست فيها سنتين، لان ابل ووتش 3 بالنسبة لي ما فيها اي شيء جديد، فما شريت ابل ووتش 3، لكن ابل ووتش 4 هذه اللي جالسة معي الحين قرابة 6 شهور تقريبا. وراح اتكلم معكم عن اول ابل ووتش شريتها والابل ووتشات كلها يعني نزلت، وش الاشياء اللي حطت عليها الحماية والاشياء هذه كلها. فخلونا نبدا الحين. كبداية، اول ما شريت ابل ووتش طبعا كانت ب $200 او $300 قبل 4 سنوات، شريتها وقلت لازم احط حماية، خايف عليها. حطيت كبداية ستيكر او الاشياء اللزقة اللي تجيك الستيكر عادي على الشاشة، اسبوعين وانشالت لان ما كانت مضبوطه عادل. لكن في السعوديه تقريبا دول الخليج في الاستيكرات الحراريه، حطيت على ابل ووتش 1 تقريبا استيكر حراري كان عليه كامل مضبوط ممتاز، بس بالنسبه لي الرفليكشن او الانعكاس يجي قوي عليها فما عجبتني. ابل ووتش 2 شريت حمايه كامله تركب على ابل ووتش، طبعا ما عندي اياها الحين، ما ادري وين راحت، كانت من السيليكون تركب كامله على الابل ووتش من قدام ومن ورا، فلازم تفتح السير كامل عشان تركبها. حلوه ممتازه، بس بعد تقريبا 3 شهور او 4 شهور انقلب لونها، بدل ما انها شفاف انقلب لونها اصفر، فصار شكلها مو حلو حتى على الابل ووتش. طبعا حمايه قويه اسوه، صحيح حمايه ممتازه افضل من حمايات كلها اللي استخدمت، افضل من حمايات اللي الحين بتكلم عنها، لكن اي شخص يبي حمايه ويبي شكل ويبي استخدام، فحمايه اوكي، شكل بعد 6 شهور لا، استخدام ما بدك الاستخدام فشوي قطع، لكن افضل من بعض الحمايات اللي بتكلم معكم احنا عنها. وبعدها انتقلت لحمايات ديري، فالحين ببدأ معاكم وش بوريكم الحمايات اللي موجودة عندي وش أفضل شيء، فخلونا نبدأ. طيب نوريكم الحين بعض الحمايات اللي هنا موجودة عندي. طبعا هذه الحماية موجودة على هذه الساعة، موجودة الحين وموجودة على الساعة اللي عندي الحين. في بعض الحمايات الثانية اللي هنا راح أتكلم معاكم عنها، فخلنا نبدأ من دي الأنواع. أول حاجة دي ممتازة، لكن مشكلتها في شنو؟ حنعلمكم. يعني هذه الحماية المركبة الحين السود اللي هنا مثل ما تشوفونها حلوة ممتازة وفيها شوي ارتفاع هنا، فلو تحطها على الطاولة كذا او انك تسقع بها شيء بايدك زي كذا على القزازة او اي جدار ما راح توصل على الشاشة، ليش؟ لانه في شوي ارتفاع هنا، فهذا الشيء ممتاز. والحلو فيها انه شيلها، يعني بتتروش او بتغيرها او شيء ما يحتاج تفتح السير نفسه كامل، بس تفتحها من الجنب كذا بس تطلع عندك تركبها واحدة. هذه ممتازة، لكن توهقت فيها في شنو؟ انه ما تقدر تركبها الا لازم تشيل السير، فلازم كل مرة تفتح السير وتدخلها بهذه الطريقة. عندما نشوف طبعا ممتازة، ما أقول لكم مش ممتازة، لا ممتازة، حامية الأماكن كلها بلا تركب السير. طبعا أتوقع أغلب الناس اللي يستخدموا ساعات أبل مثلي أنا أتروش فيها، فكل يوم لازم تفتحها لأن تروش راح يلصق الماي داخل. صحيح إن في أبل ووتش إنك عادي ترفع فوق وتطلع الماي من هذه الحركة بعد ما تتروش ويطلع الماي، لكن الماي اللي هنا راح يلصق، راح تشوف هنا ضباب وتشوف ماي فتنزعج منها، فكل مره بتتروش لازم تفتحها. انا الاكثر الاوقات اسوي افتحها واشيل وارجع اركبها واتروش وارجع مره ثانيه. صح تتعب كل يوم، لكن الشيء الحلو فيه انه تخليني افتحها، فتعطيني مجال اني كل مره اغير السير، لاني اذا ركبت هذه تميت عليها خلاص مستحيل اغير السير، نادر راح اغير السير، متى ما اني بغير السير فما في سبب ثاني لازم افتح دي عشان اغير السير. اما هنا لا، لجيت بتروش لازم اشيلها، او اني لو طلعت من الترويش يعني احيانا اقول لك ما راح اشيلها، اطلع من الترويش اشوف الضباب اللي هنا والماي فلازم افتحها واشيل السيور، فاذا شلت السيور خلاص اقول باني شلت السيور ليش ما اغيرهم. فهذه السلبيات انك لازم تفتحها كل مره، لكن عندها ايجابيه انك تخليك تقدر تغير السيور في كل وقت. هذه حلوه ممتازه، الحلو فيها انه برضو ما يحتاج تفتح السيور، تجي تركبها اي وقت كذا تركب، بس حامي الجهاز من الجوانب القطعة ومن قدام. طبعا اللي ما بحلو فيها ان اللمس لانه هي بلاستيك، يعني احيانا تضغط الشيء ما تضغط عليه عدل، هذا العيبها، فبالنسبة لي مش عملية، عملية في اوقات محددة مثلا تروح في شغل او شيء بانها هي مسكرة من قدام كامل ممتازة. لكن في واحدة ثانية كنت استخدمها في الابل ووتش 1 كانت نفس الحركة ومسكرة بالكامل، نفس ذي سيليكون نفس الحركة لكن حتى قدام مسكرة الشاشة كاملة، حلوة لكن يتغير لونها مثل الحين نشوف دي، لو انكم تدققون ما اتوقع ان تطلع بالشاشة لكن لونها مش شفاف، كانت بالبداية وما شريتها شفافة يعني لونها نفس ذي شفاف عادي، لكن بعد الوقت شو تغير لونها، فراح تغير لونها كامل معاك لو تشتري نفس ذي السيليكون لها. فدي ممتازة، لكن مثل ما قلت لكم شوي استخدامها التتش فيها شوي ما بحساس قوي، حطها على جنب. هذه بالنسبة لي هذه من أفضل الأنواع، حلو فيها ما يحتاج إنك تفصل الساعة كل مرة، خلاص أنت تستخدمها كذا كذا خلاص.
تقدر تستخدمها أي وقت تبي، مفتوحة صح من قدام لكن فيها ارتفاع مثل ما قلت لكم، ممتازة جدا. طبعا الأشخاص اللي يبون يشتروه لازم تحدد. صحيح أن الأبل واتش 4 نفس الحجم الشاشة، هذه الأبل واتش 4 40 ملي أمبير، هذه الأبل واتش 4 44 ملي أمبير. طبعا إذا كان عندك أبل واتش 3 أو 2، إذا كانت الكبيرة تركب معها هذه، إذا كانت صغيرة تركب معها هذه، تركب مضبوطة. لكن لازم تحدد النسخة، مثل أنا اللي شريت الحين أبل واتش 4، ليش؟ لأن لو أني بركبها أبل واتش 3 راح تركب، أو 2 أو 1 راح تركب أوكي، لكن أبل كل مرة تغير. يعني مثلا الحين هذه مصنوعة للأبل واتش 4، ليش؟ لأن السبيكر حق الأبل واتش 4 طويل من هنا، أبل واتش 3 كان سبيكر صغير من هنا، فلو أنك تركب على أبل واتش 3 راح تركب لكن بتسكر على سبيكر. والمايك برضو هنا، المايك أبل واتش 4، أبل واتش 3 كانت هنا موجودة. فاللي حابب يشتري النسخة لازم يشتري النسخة المحددة للساعة حقتها، إذا كانت ساعة حقتها أبل واتش 4 لازم يشتري نسخة أبل واتش 4، إذا كانت نسخة حقتها أبل واتش 3 لازم يشتري نسخة أبل واتش 3. فهذه الأنواع طبعا تقدر تشتريها من أي مكان، هذا اسمها أنا شريها من أليكس بريس، ما توصلت حتى تقريبا 3 أو 4 دولار، رخيصة جدا، تقدر تشتريها من أمازون من أي مكان. طبعا نسيت ما قلت لكم برضو النوع هذا الأسود يجي فيها ألوان، في انواع كثيره مش لازم نفس الشركه هذه، هذا موجود في اللون الاسود والرصاصي والذهبي، في شركات ثانيه منزل لون وردي، لون احمر، لون قرمزي، كل جميع الالوان. بس هذه كانت المراجعه، ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.